أبي يتحرش بزوجتي فصرت لا أحبه، فهل هذا من العقوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد. ده فعلا سؤال وصل لي، إن واحد أبوه اكتشف إنه بيتحرش بزوجته، وطبعا اتضايق جدا ويطرد أبوه أو يعني بعد عن أبوه. المهم إن أبوه بقى مريض وبيسأل طب أزوره ولا ما أزوروش، وقطعه طبعا تماما. فيعمل ايه في حيرة شديدة؟ بص يا اخوانا، التحرش اصعب ولا الكفر؟ تقول لي الكفر طبعا، جميل. ازاي تتعامل مع ابوك الكافر؟ كافر بيسب الله، يسب رسول الله، مكذب بالقرآن، مستهزئ بالقرآن، مستهزئ بالشريعة، يعني كفر، مفيش بعد الكفر ذنب. لكن القرآن قال لنا نتعامل معاه ازاي؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ده اتعامل معاهم معاملة طيبة. لو قالوا لك اكفر اشرك، لا، انما معاملة، عاملهم معاملة طيبة وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا الله، يعني الاب الكافر المشرك، الاسلام امرنا ببر هذا الاب وبر هذه الام. يعني كفر الوالدين مش سبب اللي انت تعق الوالدين. حتى لما سيدنا سعد بن أبي وقاص اشتد شوية في الكلام على أمه اللي بتقول له سيب الإسلام، فاشتد في الكلام عليها، نزل القرآن معاتبا. لا، وإن جهداك لن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهم، ولكن إيه يا سعد؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. تتعامل معهم معاملة طيبة. التحرش بقى أقل من ذلك. تقول لي يعني الواحد ما بقاش عنده غيرة يعني؟ لا طبعا، ابعد زوجتك عن هذا المتحرش، ده طبعا من أشد الفسق، وده إنسان يعني نسأل الله أن يهديه. إنما نبعد الزوجة خلاص، ما تروحش عند أبوك ده أبدا، إلا أن يتوب الله عليه، أو إلا أن يعني يتوب وتصح توبته أو يصدق في توبته. يعني خلاص بعدت الزوجة، اتعامل معاملة طيبة. أيوة، تسمع كلامه وتجيب له هدية وتزوره، لكن القلب صحيح ينطوي على بغض ليه غصب عنك. البغض ده أنت مش محاسب عليه. ليه؟ لأن ربنا أمرنا وقال وبالوالدين إحسانا، ما قالش وبالوالدين برا وبالوالدين حبا، الحمد لله. فالحب ده الإنسان لا يملك عليه سلطان، أو القلب يعني لا يملك الإنسان عليه سلطان. يبقى اتحلت الإشكالية، هنبر الوالدين وناخد ثواب البر، هنبعد الزوجة، هنحبه وما نحبوش مش محاسب على كده. ما دمت بتعامل الوالدين بطريقة طيبة وبالمعروف، طبعا لو مرت تروح تزوره، لو محتاج تديله. تحرش بقى فعل أكثر من ذلك، كفر بالله عز وجل، كل دي مش عوائق ولا موانع، ولا يجوز ليك اللي انت حضرتك تعق الوالدين. عشان احنا مش بنبر الوالدين لان هم اللي ربوا، هم اللي تعبوا، هم اللي سهروا، احنا بنبر الوالدين لان ده امر الله لنا، ربنا اللي امر، فنقول سمعنا اطعنا، حتى لو كانوا الوالدين دول من اسوأ الناس، ومفيش اسوأ من الكفر. فالحمد لله ما دام ما وصلوش للكفر كمان، لا ده ادعى اللي انا ابر الوالدين واتعامل معاهم معامله طيبه، واتخذ الاحتياطات اللي تمنع من حصول مشاكل او امور تضايقني او تاذيني، وده من حقك. لكن المهم اللي انت تنجح في هذه المهمة، وهي مهمة بر الوالدين. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.